السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم في قناة فوكسون. فيديو جديد اليوم ان شاء الله. في هذا الفيديو سوف اريكم يعني اسهل طريقة لتحميل لعبة كال اوف دوتي تثبيتها على الحاسوب. سندخل الى هذا الموقع، نقوم بتحميل برنامج جيم لوب، هو برنامج خاص بالاندرويد كما تعرفوا، فان لعبة خاصة بالاندرويد. نضغط على يس ثم الضغط على انستال، ننتظر قليلا ثم ستار. اكس نضغط جيم سنتر، هنا ألعاب خاصة بالأندرويد كما ترون، فري فاير، ببجي. أضغط على كال أوف دوتي ثم إنستال. بعد التحميل سيتم تثبيتها. ننتظر قليلا، بعد التحميل سيتم ان شاء الله الضغط على play new، next next، تكبير الشاشة ثم ستار جيم، اختيار ريزوليشن مناسب. انتظر قليلا، بليز وايت. نضغط على اسبت شروط اللعبة ثم نقوم ب كرييت نيو اكونت. ادخل اسم مناسب للاكونت، كاركتر. اوكي، كما ترون يا اخوان قد تم تثبيت اللعبة بنجاح. سنقوم باخذ السلاح، هنا يعني مكان فقط للتدريب، طريقة استعمال السلاح و ريلود كما ترون في الصور. مكان للتجربة فقط. شرح طريقة استعمال الإعدادات. سوف نقوم بأخذ سنايبر، سنايبر خطير كما ترون. هنا يتم استعمال يعني الصواريخ، الطائرات الحربية، القمر الصناعي. هنا كانت نهاية الفيديو يا اخوان، شكرا جزيلا على مشاهدة الفيديو.
لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك للتشجيع والتحفيز. أراكم فيديو آخر. السلام عليكم.